خلينا نروح دلوقتي للدهليه مع محمود جميل. محمود الساعة 9 واللجان فتحت بالفعل، قول لي دلوقتي في اقبال من المواطنين على التصويت ولا لسه الوقت بدري والناس ما ابتدتش تروح؟ بصبح عليك يا منى مرة تانية وبصبح على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. بالفعل لا، في ناخبين بدأوا يتوافدوا على اللجنة اللي أنا موجود فيها، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات. المدرسة دي فيها ثلاث لجان من إجمالي 1426 لجنة فرعية على مستوى محافظة الدقهلية. طبعا الإقبال في الساعات الأولى مش بيكون كبير، لكن في حرص من الناخبين على التوافد والتواجد في الساعة الأولى من فتح اللجان. القضاة وصلوا في ميعادهم، تم فتح اللجان في تمام الساعة 9 صباحا. الناخبين هنا في الدائرة الأولى وهي دائرة قسم أول المنصورة، تشمل قسم أول وثاني المنصورة. عدد المرشحين اللي بيتنافسوا في الدائرة دي بس هي 43 مرشح بيتنافسوا على مقعدين، فعشان كده في منافسة هتكون موجودة في الدائرة دي، بالإضافة للتسع دوائر الأخرى. إجمالي عدد الدوائر الدوائر على النظام الفردي في محافظة الدقهلية 10 دوائر، بيتنافس في جميع دوائر المحافظة 352 مرشح على 21 مقعد فردي. بالنسبة للإجراءات الاحترازية هنا موجودة ومطبقة بشدة، من حيث ارتداء الكمامات، جاهزية المقار الانتخابية. الحقيقة في متابعة من محافظة الدقهلية ومن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالوقوف على آخر الاستعدادات فيما يتعلق بجاهزية المقار اللي تم الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها، تعقيم جميع اللجان في مستوى محافظة الدقهلية. اللجنة اللي أنا موجود فيها هنا فيها يعني كل التجهيزات من حيث ارتداء الكمامات، بيتم دخول ناخب تلو الآخر، الحفاظ على البعد في المسافات وعدم التزاحم أمام اللجان. دوائر محافظة الدقهلية كلها هتشهد منافسة جديدة، خاصة الدائرة اللي أنا موجود فيها ودائرة ميت غمر ودائرة أجب. الحقيقة يعني من وقت ما تواجدنا منذ الصباح في حرص شديد جدا من قوات الأمن على تيسير الحركة المرورية، على تيسير الإجراءات كلها للناخب اللي بدأ يتوافد منذ فتح اللجان للإدلاء بصوته في الدائرة الأولى قسم أول المنصورة.